لما تكلمني عن رانيا كده، رانيا حصل عندها حالة نضج فني يعني كبير جدا وملحوظ جدا وهايل جدا في الفترة اللي فاتت. يعني يمكن انت قبل كده كنت بتمثلي أعمال كتيرة، دلوقتي انت بتمثلي أعمال قليلة، بس بجد يعني أدائك فيها بقى ملفت عشان بتنقي، وانت بقى بقيتي بتنقي عشان يعني عشان انت عايزة تستمتعي بالتمثيل أكتر، ولا شايفة ان انت عملتي أعمال كتيرة وخلاص يعني اتس تايم؟ يعني الاثنين، علشان استمتع اكتر وعلشان ابقى مركزه اكتر وعشان اقول ان انا عندي مساحه العب الادوار دي كلها. انا عندي مساحه اطلع رقاصه في افراح القبه، اطلع في اهل كايرو فنانه، اطلع ام سبع وصايا، اطلع ماما وموجه حاره، السبع وصايا كانه امبارح، عيون القلب اللي كنت عامله دور كفيفه. ما هي ادوار اقل طبعا، اكيد في تميز، بس دخل اقل برضه. مش مهم خالص يعني ما طبعا ما هو الدخل اقل، بس انا مستمتعه وبضيف للسي في بتاعي. يعني ساعات الاضافه ما مش لازم تبقى اضافه في البنك، مش لازم تبقى الفلوس في البنك، لكن بتبقى كريدت ليكي انت كرانيا او كمنى، ان انت بتعملي حاجه بتعلمي فيها تاريخي، تحطي اسمك على حاجة، بصمتك في حاجة الناس هتفتكرك بيها. حاج متولي، حرب الجواسيس، أهل كايرو، موجة حارة، نيران صديقة، السبع وصايا، أفراح القبة، كأنه امبارح. يعني متهيألي إن أنا عملت حاجات. لا، مش متهيألك، ده شيء مؤكد وواضح. الناس فاكرة مش تهيؤات يا رانيا، مش تهيؤات. أنا معترفة إن أنا قصرت معاك أنت ولينا، ما بنكرش، بس والله يا مروان، والله ده كان غصب عني. والله يا حبيبي أنا حاولت أعيش معاك حياة طبيعية، حاولت، بس أنا كنت بموت كل يوم في العشرين سنة اللي فات، وأنا مش عارفة ابني جرال وإيه، ولا عايش ولا ميت. بس خلاص خلاص يا حبيبي، أوعدك إن أنا هعوضكوا عن كل حاجة، أنت ولينا وعلي. بعد ايه؟